تغلب على امر بيها، لانه خالي السلك لما يطلعك يا 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 ما عندك مخ يطلعك مظاهرات، خالد ما بجيب بنته بتطلع مظاهرات، ولا سمعت اخوه طلع مظاهرات، ولا مرته طلعت مظاهرات، بتطلع انت وبتطلع انت، انت بتموت وهم بيجوا يتاجروا بكلامك. هم بيجوا برا، بيمشوا الدول السفارات في السودان يمشوا يقولوا والله طلع لنا شهيد ماثلين، احنا دارين نساوم دارين نساوم. عشان كده انت وسيله ليهم عشان تموت، زي ما قالت حنان المنخره، ها وسيله انهم بيحبوا ان الناس يموتوا يستشهدوا، لانه موقفهم بيكون قوي للاسف الشديد زي ما قالت.